هاد الشيء راه مهم ومفيد للجسم، صدقوني راه اللي درت هاد الخلطه هكايا مع هاد الحنه مع هاد الشيء كامل اللي كما شفتو درت، راه كله مفيد وكله مجرب، راه كيعطي نتيجه مزيانه. الا تابعتوني في الغسول راه كندير الطريقه القديمه حتى في الغسول، هاد الشيء اللي كانوا جداتنا ومواتنا كيديروا بكري، الناس القدام كانوا كيعرفوا اش يديروا. ها هما التخليطات الاخرين كلهم عمرتهم هنا في هاد القريعات، هادو اللي كنستعمل فين ما بغيت شي وصفه من هادو. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في شيوات السباعي، فيديو جديد. الفيديو اليوم ان شاء الله عندي هنا واحد الكيلو نتاع الصابون البلدي اللي غادي نحضر به شي خلطات اللي كيجيو بهاد الاعشاب متواتين مع هاد الصابون. كيعطونا نعومه للبشره، كيحيدوا منها البقع، كيرطبوها، كيصفيوها كما كنقولوا كيسقلوها. انا عندي هنا هاد المجموعه كل هاد الاعشاب الا هادي اللي فيهم حنه. عندي هنا بالعمان، الورده ديال بالعمان كيكون فوق الربيع كينوض، كينوض هاد الورده هادي ديال بالعمان، كنلبسوها كنحتاجوها بحال هكايا. اللي سبق لي شاهد الفيديو ديال الغسول راه كاينه حتى في الغسول. عندي هنايا العكر الفاسي او العكر البلدي اللي قشره هكايا، تيكون قشره. هذا هو العكر لاحقو طريقو، كاين واحد رقيق عليه، ولكن الا دينا شي عكر اخر كيخصنا نتاكدو منه بلا ماشي الصباغه. عندي هنا الودعه، ها هي مطحونه وخليتها باش تشوفوها على هاد ها هي كتكون الودعه، كتباع عند العطار بالوحده قد ما بغينا. هادي هنا عندي راه مطحونه، عندي هنا واحد سته ديال الحبات اللي هما تندقها في المهرز وكنعاود نطحنها. هاد الشيء على ايام كله كيكون مطحون مسحوق مدوز من غربال رقيق باش كيجينا مرطب في هاد الصابون البلدي. عندي هنا النيله، النيله حجره ها هي كما كتشوف فيها وكندقها. هاد الحجره كنكونوا صادقين بالله راه نيله، كاينه شي وحده عاود تتكون فيها الصباغه الا ديناها مطحونه، ماشي كلهم كيبيعوها النيله الحره، الا كانت مطحونه كنخافوا منها، من الاحسن ديوها حجره. عندي هنا اداد، حتى هو اللي كيكون غير هكا عرق، كنستيو دوك الطريفات الصغار ولكن كنطقطقوه في المهرز، عادي يمكن لينا نطحنوه في الطحانه الكهربائيه لان قاسح، وكما شفتو حتى هو راه مغربل من غربال رقيق. هادي هنا الخزامه، الخزامه حتى هي البشره غانيه على التعريف، كتحيد البقع، كتصفي البشره، كتعطيها النعومه. هذا هنا العرعر، العرعر حتى هو من الاعشاب اللي كيصلحوا للبشره لا للوجه ولا للجسم. الورد، الورد رائع رائع، الورد حتى هو لا للبشره ولا للجسم. هاد الاعشاب كلها اللي كنخدموا في هاد الصابون البلدي كلهم مفيدين. عندي هنا القرنفل، كاين اللي كيقول ليه قرنفل، كاين اللي كيقول ليه عود النوار. هادشي كله دابا نوري لكم اللي بلا طحين باش تعرفوه. هذا هنا الريحان، حتى هو اللي مطحون، كنشريوه ورق من عند العطار وكنطحنوه. هنا الحنه، حتى الحنه راه مشريه ورق ومنقيه ومطحونه على حقها وطريقه، باش الا بغينا نحضروا بها هاد الاعشاب نديروها فيهم غادي تكون حنه اللي على يدينا، عارفين بلا مطحون فيها غير الورق ديال الحنه. هذا هنايا الورد، ها هو الورد، العرعر، العرعر ها هو كيفاش كيكون هكا، والعرعر يكون جديد، ها هو كما شفتو اللون ديالو خضر. الورد حتى هو يبس فوقتو، كنشريه هنا فوقتو وكنيبسو، ها هو وهذا اللي مطحون. هذا الريحان، هو هذا الريحان. الخزامه ها هي مطحونه، بدات كما شفتو هو هذا. هاد الورده ديال بالعمان ما عنديش هكاك صاينه، كلها مطحونه ما خليتش منها، ولكن هذا كيكون فوق الربيع كينوض هاد الزهرات ديال بالعمان.
دابا ان شاء الله غادي نبدا نخلط هاد الاعشاب مع الصابون البلدي. غادي ندير هنا واحد القياس تاع الصابون البلدي. الصابون البلدي واخا تشوفوه مرخوف راه فيه الخيط، هذا كيجي مزيان في هاد الوصفات بحال هكا، كيبقاش قابط ما كيتحلش ما كيتطلقش. عندي هنا الحنه، انا درت واحد القياس تاع الصابون كما كتشوفوها هو، غادي نزيد عليه الحنه واحد هالمعلقه الاولى، دير فيه واحد ثلاثه المعالق اللي هما كبار، هذا العرعر واحد نص معلقه، واحد المعلقه ما عامراش حتى الفم، الورد معلقه، الخزامه معلقه، الريحان تا هو معلقه، هنايا القرنفل ماشي بزاف، قياس واحد نص معلقه صغيره، لان القرنفل شويه مجهد مع السخونيه في الحمام ما خصوش يكون كثير. الداد اللي رائع للبشره، رائع للجسم، كيعطيه واحد الثقله رائعه، ما تخافوش منه. كاين بعض السيدات كيقولك لا الداد ما خصناش نديروه، ولكن هو راه رائع في هاد الثقله هكا، حتى هو معلقه كبيره. عندي هنايا هاد العكر، بغيت نحكو شويه حيت قشور، دابا هدا واخا كان يطلق هكايا تيتحيد ساهل بسهولة، كنحيدوه كيكون هو العكر الحر، هدا ماشي داك الصباغة كتلصق، الصباغة كتلصق. عندي هنا واحد المعلقة ديال اللعمان، عندي شوية ديال القياس، واحد المعلقة صغيرة ديال هدا الودعة. هادشي اللي كنحضروا به هاد الحنه، هادشي القديم واللي كانوا الناس شحال هادي كيديروا في الحنه، ما كان لا قشور البيض لا هادشي اللي ولا دابا، ها الخرقوم، ها هادشي الاصيل اللي خصنا نمشيو معاه. هادشي راه مهم ومفيد للجسم، صدقوني راه اللي درت هاد الخلطه هكايا مع هاد الحنه مع هادشي كامل اللي كما شفتو درت، راه كله مفيد وكله مجرب، راه كيعطي نتيجه مزيانه. الا تبعتوني في الغسول راه كندير الطريقه القديمه حتى في الغسول، هادشي اللي كانوا جداتنا ومواتنا كيديروا بكري، الناس القدام كانوا كيعرفوا اش يديروا، ما كيخرجوش شي حاجه من روسهم، لان كيكونوا الناس اللي سابقينهم دايرين عارفين شنو كيديروا كيتبعوهم. مثلا هادي راه كيديروا بها ماسك فوق الحامض البلدي، كيبدا تتعصر عليها غير الحامض وكتصبح دايبه كتولي بحال دانون، بحال شي تتولي مطلوقه. وكنخلطوها، كاين اللي كيخلطها ديك الساعات في ديك الوقت بالفراره ديال الحليب، حليب البلدي كيخلطوها بالفراره، كاين اللي كيديرها مع العسل. هاد الشيء دابا اللي درت مع هاد الصابون البلدي، السيدات اللي كيتوافق معاهم الحامض ملي عمروا القياس في شي حكيك اللي يدوا الحمام يزيدوا معاه شويه الحامض معصر، اللي كيتوافق معاهم الحامض، اللي ما كيتوافقش معاه تيدير ليه الاليرجي. ها هي دابا مازال غادي نزيد نتعقو بيدي. عندي هنا واحد القصريه اللي هي ديال الطين، فاش غادي نخلط عاود الصابون مع هاد الاعشاب. في دابا هادو اللي غادي نعاود نخلط. عندي هنا العكر، قياس واحد المعلقه صغيره هكايا، هذا غادي ندير معاه الورد معلقه صغيره، ثانيه جوج معالق، هذا ديال الداد ها هو معلقه صغيره، هاد الثانيه
الخزامة، الثانية، الثالثة، هاد غادي ندير فيه غير الخزامة، العرعر، المحلقة الأولى، الثانية، هذا ديال العرعر غادي نزيد معاه النيلة، واحد نص معلقة صغيرة، هاد العناصر كلهم اللي زدت، هاد الأعشاب مع هاد الصابون، غادي نخلطهم غير بيدي باش ينسجمو مزيان مع هاد الصابون. ريحة الورد طالعة على مزيناتها. هاد الشيء هذا اللي كنزيدو مع هاد الصابون بصراحة كيزيد ليه بزاف ديال الفوائد، وحنا الصابون البلدي ما كنستغناوش عليه، خصنا فين ما بغينا نغسلو كيخصنا يكون عندنا الصابون البلدي. والصابون البلدي راه مناش مصوب، راه بصراحة راه مزيان. هذا باش كيصوبوا التركيبة الأساسية ديال هاد الصابون البلدي هو داك الفطور تاع الزيتون اللي كيطحنوا المعصر الزيتون، داك الفطور اللي كيبقى داك التخت اللي كيكون القشور ديال الزيتون والعظومة ديالو، كلشي هما اللي كيمشيو للمعمل ديال الصابون البلدي كيعاودوا يتخدموا بمسائل أخرى كيزيدوا معاهم، ولكن التركيبة ديالو هي الفطور الزيتون. والزيت الزيتون راه مفيد، شحال فيه ديال الفوائد للبشرة. ها هو كنخلط مزيان هاد العكر باش يتطلق فيه مزيان حيت قشور. دابا غادي يزيد يطلق، عاد نعاود تاني نزيد نحركو. غادي ندير دابا هدا ديال الداد تا هو يتخلط مزيان، كنديرو فهاد القصرية من حين تتقيلة وكيتخلط فيها مزيان، ومن بعد غادي تغسل مزيان. دابا غادي نخلط هدا عاوتاني، ديال الخزانة، ديال العرعر مع النيلة، تا النيلة شحال فيها ديال المنافع البشرة للجسم، كتحيد تا هي البقع، كتنظف. صافي هو خلطو مزيان، هما الخلطات اللي درت بالأعشاب، وهذه ديال الحنة، هي بدات كطلق فيها الحنة، تنقدهم في بلايصهم غادي نجمعهم. هما الخلطات ديال الصابون البلدي بالأعشاب، هذه الحنة اللي خلطت درتها هنا في هاد البواطا، فكما نحتاجو شوية نهزوه من البواطا. ها هما التخليطات الآخرين كلهم عمرتهم هنا في هاد القريعات، والباقي درتو في طاسات أخرين، هادو اللي كنستعمل فين ما بغيت شي وصفة من هادو. كما شتو كل وحدة مخلطة بطريقتها، تا وحدة ما بحال وحدة، وكلهم صادقين. هاد الأعشاب اللي درت فيه كلهم صادقين، صدقوني هاد الصابون البلدي إلا درناه بهاد الطريقة واستعملناه راه كنديرو شي حاجة فيها الإفادة والطبيعي. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديالو تكون عجبتكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله في شي واتس بعيد.